لو مت دلوقتي هيبقى حظي وحش قوي. زعلان منك يا مصطفى. ليه بس يا عبد الله؟ ما بتسألش عليا في التليفون ليه؟ التليفون على طول عطلات. يلا يا ولاد تعالوا كلوا البسكوت، يلا يا عصام، يلا يا فارس. اتفضل يا حاج عبد الله. سلم ايديك يا حاجه. تسلم وتعيش يا اخويا من كل راضي. ايه يا عبد الله؟ هو احنا ما بنشوفكش الا كل سنه مره؟ ما انت عارف بعد موت ام فارس بقيت بالنسبه له كل حاجه، ابوه وامه والله كل طلباته شايفها له. بس انتوا دايما في بالي على طول، ما انساكوش ابدا. ربنا يخليه لك يا اخويا. اعمل لك قرنين في الصوره. انا صوره يا ولا تقصد اللي فوق دي ولا اللي تحت؟ اللي تحت. تصدق انه عامل لك قرنين بجد؟ ونكبرهم كده ليه؟ عليك يا حاج عبد الله. تعالش يلا ده بيضحك معاك بس. ازيك يا حبيبي؟ بتحب الشوكولاتة؟ اه. خد. انت جاي مع ابوك؟ لا انا جاي مع ماما. امك ملاقيها فين؟ هي جايه. ما كانش له لازمه التعب ده كله. تعبك راحه، ده زي ابني بالظبط. هو في سنه كام؟ في سنه خمسه. ربنا يخليهولك يا رب وتشوفيه عريس كده واخد الاعداديه ان شاء الله. يلا سلام عليكم. جنبك على المرجيحة ولا حد يسوقنا احنا الاثنين. ها مبسوط؟ زق جامد يا بابا. انت كده هتقع يا خفيف، ده اخر عزم عندي. ها كويس كده؟ ها مبسوط؟ مبسوط يا فارس؟ انت وقعت ولا ايه؟ فارس يا فارس، انت فين يا ولد؟ يا حبيبي انت فين؟ يا فارس، فارس، يا فارس، فارس. احنا رايحين فين بابا؟ يلا عليا. ما تخافش، ما هو اللي بعتنا، احنا هنجيب حاجة حلوة ونجيله على طول. خد الشوكولاتة دي. مبسوط؟ يلا تعال تعال يا تعال بقى بطل بس. الله يا فارس يا ابني، رد عليا يا فارس. يا فارس انت فين يا فارس؟ يا ابني رد عليا، عيب عليك كده والله. يا واد يا فارس انت فين؟ يا فارس يا فارس رد عليا. يا رزقك يا صفية. عايزك تاخد الموبايل بتاع سليم بيه من العربية وتطلعه له وتنزل بسرعة، فاهمني؟ وعايزها بعد كده أقول لك مكانك ياض ورا بسرعة.
خبر من حاجه انت كمان ولا ايه؟ فارس الجن. ازيك يا زينات؟ ايه مفيش ويلكم؟ مفيش كان اي هيلب يو؟ عايز ادخل يا ولية. تدخل ازاي يا وير؟ ما انت عارف ان انا عايشه لوحدي والشيطان شعر. ما انا حابسه في القناطر. خش يا اخويا خش خش. ايه اللي عملت كده يا فارس؟ ازمه المواصلات، ربنا يتوب علينا منها. ما نشوف اخد الازمه دي هتودينا على فين ان شاء الله. تشرب حاجه؟ ازازة ماء مشبرة والنبي زينة. حاضر. امسك. على الطلاق بتكبرت احلاوي. نايلك يا وين؟ خدي تمني دول. شكلك استحليت الحكايه. انا قلت مره وعدت عشان عليك صفيه. انت محسني صفيه عندها برد. ربنا يكفيك شر المرض. صفيه علاجها غالي. كل ده عشان صفيه ولا عشان بنتها رقيه؟ على النعمه انت وليه لك كاكه. ما تقصري يا زينات وتمني. قستك تحت الحساب وتعدي بكره اقول لك المفيد. لا بكره ولا بعده. الحاجه اللي في ايدك دي تمنها غالي. شايف الموبايل اللي في ايدك ده؟ ده موبايل بلاك بيريوت، والساعه اللي في ايدك دي النسر اللي جواه ده الماس حر طليق، يعني تلات اساتك ونص والليله تخلص من بابها. يا جن ما تضربش في العالي يا والا. لو ما جابوش الحاجه دي في ذمتي. ذمتك؟ ذمتك ايه بقى؟ ما رجلك جت يا ابو ذمه. ذمه ايه؟ صفيه محجوزه في المستشفى وملهاش غيري، ولازم اكاش الدفعه التانيه. ما يروحش. كتر خيرك يا زينات. استنى، لو الحاجات دي ما جابتش تلات اساتك اعتبريها من زكاتك. زكاتي؟ زكاتي يا ولد انت حرامي. ايه يا صاحبي؟ وحشتيني يا ابني الكريم. عامل ايه؟ مرمط جعان؟ طب ما تاكل زي الام وتريحني يا عم. رزق هنا نامنك ساعتين على ما اجيلك. اوعى تتحرك والا الحيوانات هتاكلك. انا بقول لك اهو. يا لهوي يا وليه ما تخافيش، دي شويه حيوانات. فين الواد؟ اهو. اسمك ايه يا شاطر؟ فارس عبد الله. وساكن فين يا حبيبي؟ عند ابويا. شفتي؟ هو مش عارف حاجه. هو الواد ده كبير ما ينفعش، الناس عايزين عيل كام شهر، سنه بالكتير عشان يبقى ابنهم.
وده له اب مش هياكل معاه. والله استني بس يا وليه. اه يا خسرت المشوار اللي ده في بيته. وانا هعمل ايه في الواد ده؟ شغله معاه اهو يساعدك ويشيل عنك، واخر الليل يروح معاك ينضف لك البيت يونسك. اعمله ابنك ده انت مقطوع من شجره. نهارك مزبهل لك يا كابوس. ايه الخيرات دي كلها يا فارس؟ ولا خيرات بلا جزرات مالكش فيه. طب ليه اللون ده معايا يا فارس؟ يا واد ده انا اللي مربيك وخير عليك. خيرك على مين يا كابوس؟ شكلك نسيت اللي عملته فيا. عملت فيك ايه يا اخويا؟ ما كبرتك اهو بقيت بغلة قد الدنيا. وعزة جلالة الله زينهم يا كابوس، لولا العيبة وسنك الكبير ما كنت رحمتك. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن. ابلوك فيري تشيب جود برايد يا سينيور. انت هلا ابلوك فيري تشيب جود برايد. هاي ويلكم. هاي اسمك انجلش؟ يس. اسمك ايه؟ تانيا. تانيا يس. ديس ملكة ايفرتيتي عندما تحرشوا بها في المعبد. وات از ذيس هارش؟ هارش يا بنت الحرش. صباح الخير يا سلمى. وات از ذيس؟ ما تخافيش، ده ماي سن ابني. اصل المصريين بيخلفوا اسود مش خرفان كده. برضه هاجيلي طفشت الخواجايه يا عم. مسيحه مضروبه خلقه، وبعدين دي روسيه مش لاقيه تاكل. المهم محوش كام لحد دلوقتي؟ معايا 400 جنيه. عايزين نكملهم 500. بعون الله في ظرف ساعتين يكملوا 500. يلا بينا قبل ما الحكومه تهلي. يلا بينا. قرب قرب قرب. يلا 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 يا خواجه. يلا يا خواجات. يلا يا خواجايه. يلا يا خواجايه. يلا يا سايحه. يلا يا سايحه يا بنت السايحه. يلا يا جماعه الصوره ب 200 دولار. صور مع الادب ب 10 دولار. 200 دولار. 200 دولار. ايه ده؟ كان 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 ما تعرفوش يمسكوه؟ ايه؟ اتشليتوا؟ امشي انت يا ريتشر. يا باشا سعادتك انا عارف ان الموبايل ده عليه حاجات مهمه كتير وما ينفعش ان اي حد تاني يشوفها، عشان كده انا لخصت وصورته. اتفضل سعادتك. الواد ده لازم تجيبه بسرعه عشان نعرف ايه حكايته. لو في بطن امه هجيبه. بعت لي صورته على الموبايل. ايوه تهاني. ماشي حاضر من عينينا. هي يعني الدنيا طارت؟ وبعدين يا عالم الرحمه شويه، هو انتوا مش لسه لاسعين فلوس قد كده من كام يوم؟ ولا هو يعني الفقير في البلد دي يموت؟ الفقير تدخلوه مستشفى حكومه. شلها يا حكومه، هو احنا يا اخويا كنا لقينا مكان عند الحكومه وقلنا لا؟ بقولك ايه، لو الفلوس ما اتدفعتش دلوقتي حالا انا بقى مضطر اقول لكم مع السلامه. هو ايه ده اللي مع السلامه؟ هو احنا جايين هنا نصيف؟ طب وديني وايماني ومعاه اللي هيحرك امي خطوه واحده من على سريرها لاكون منسله الشبشب. استني يا بت، مبدئيا فخامتك دي بقت فلوسك وده حقك، لكن تزعق اللي خطبت ده مش من حقك ومش رجوله على فكره. وعليا النعمه من نعمه ربي لو اتكررت تاني لو ولع لكم في المستشفى، واخلي الاسعاف تطلب المطافي. حضر لنا وصل.
يلا يا بت. تسيب لي اديني واحده من بتاعتي خليلها محصل لواد ولا بيت. الف سلام عليك يا صفيه. الله يسلمك يا حبيبي. اللي انت كنت مختفي فين من ليله امبارح؟ مش تبطل عط بقى؟ انا بتعط برضو يا بت، ده انا ما عنديش وقت استحمى، كنت بدبر فلوس المستشفى. طب خد باللي ريقك. والله ما عارفه اقول لك ايه يا فارس، انا عمري ما هنسى وقفتك معانا. جرايه يا بت، انت ليك فما صفيه اكتر مني ولا ايه؟ ما همك زي ما همي، وبعدين ايه الجديد؟ ما انا طول عمري خيري عليكم. لو النبي ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا فارس. انما قول لي يا ابني، انت جبت الفلوس دي منين؟ ما تشيليش هم انت يا صفيه، خروجي بالسلامه وفداك الدنيا باللي فيها. والله لولا الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد المحيطه كان زماني دلوقتي بعالجك في المانيا. طب خد يا فارس، انت نسيت المصحف معايا، وانا عارفك ما تحبش تمشي من غيره. بقول لك ايه، وانت في حاجه مخبيها عليا؟ انا مخبي عليك ايه؟ مخبي ولا مبين؟ كل الحكايه بس ان انا ما نمتش بقالي يومين، جعان نوم والله. خد حط لي ده في الزيب في الليزر. يا حبيبي يا ابني، ده باين زينهم مجوع. خد يا رؤية، اديله يا حبيبتي السندوتش ده. يلا. اثبت يا مكانك، مش هنا، اشتغل شغلتك واحنا نمولك. يلا قوم يا يلا يا يلا يلا يا عشان عدها لك يا فارس. يلا يا الرجوله ملهاش قطع غيار. يلا يا عم، انت هو اتكل على الله. يلا يا عم الحاج عليك، عايزينك اتكل على الله. يلا 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 يا عم انت هو. عاش يا فارس يا جاني. بلا عاش بلا معاش، ما انت طول ما انت رايحه جايه مش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعكسك وتجيب لي المشاكل. انت بتتكش قوي كده بس وتستقوى عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. طب هشوفك بالليل. ربنا يسهل. ماشي سلام. تعملها كام الدبله دي؟ اه عايشني. اقول لك يا امه ايه يا فارس؟ لا تقولي لي ان رؤيه زي اختك. امال هي ايه يا واد؟ زي اختي اه، بس نفسي في الاخر تطلع بنت عمي. ولا هي ملك الديني؟ طب اشرب الشاي. طب اشرب الشاي، احلى طب اشرب الشاي في الدنيا. فارس خلي المصحف ده معاك علشان يحفظك. احلى هديه في الدنيا يا مصطفى، ربنا يخليك لينا. طب احنا هنستاذن احنا بقى عشان نلحق. فارس خلي بالك منها. ما تخافيش يا ملكة ملوك مصر الوسطى، في عيني من جوه. المشوار ده انا جاي معاك اتفرج من بعيد. دي بقى عمرو قال لي كنت بحكي لك عليها. بص هما ادتني ايه؟ ادتني مصحف كتاب ربنا. ساعة ما شلته وانا حاسس اني بني ادم تاني. مهربك بيطلع من هنا وبيوصل من هنا. رزقني بزينهم في نفس الوقت رزقني برؤية وصفية. يا سلام عليك يا واد يا جن، انت واضح كده ان هو شقك وانا معرفش.
طب والحاجات دي اتسرقت امتى؟ النهارده الصبح بعد الفجر بشويه. الواد هرب من نعيم بس صوروا الصوره دي. الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. لو مش مسجل يا تهاني. ازيك يا نانا؟ سافا. سيبك من نانا دلوقتي يا تهاني وخلينا في موضوعنا. يا باشا ما تقلقش. حتى لو مش مسجل خطر، نجيبه عن طريق الموبايل والساعة اللي سرقهم من العربية، سهلة. تفتكر في حد يتزق الواد علينا؟ ما اعتقدش. شكله كده عيل بيقلب عربية ولا حاجة. أنا حكاية شكله دي ما بتريحنيش. الموبايل اللي خده الواد ده عليه رسائل وايميلات من الناس اللي بيشتغل معاهم بره، فما تقوليش بقى شكله مش شكله. انا عاوز الواد ده متكتف هنا قدامي في اسرع وقت. ادخلوا يا زينان. ازيك يا زينان؟ في نعمه يا باشا. عايز منك خدمه زينان. كنت امك سيد الناس، ما عشان سعادتك تجيبني انا واللي زيي بقى اكيد في حاجه مهمه قوي راحت منك وعايزها. اصل يا زينان واللي هيجيب لي الحاجه دي ومين اللي صرفها؟ اللي عندي جميلة كبيرة قوي، يا اما بقى هعلقكم كلكم لحد ما يبان لكم صاحب. ده لو بان لكم يا زناد. انا تحت امرك يا باشا وتحت امر الحكومه. ماشي. تعرف الواد ده؟ ولا عمري شفته يا باشا. عمري ما شفته يا باشا. انت هتشغليني يا برا؟ ان شاء الله كفاح. عمري ما شفت الخلقه دي قبل كده يا بنت. استنى يا عزم. تحت امرك يا باشا. تطلع لنا ملف زينات نفتح لها قضيه من القدام. انت قاعده معانا شوي. تحت امرك يا باشا. ولا اقول لك انت بنت حلال يا بنت زينات، فتبعت تجيب لنا الجواهرجي اللي اتسرق الاسبوع اللي فات عشان يتعرف على حتتين الصيغه دول اللي لقيناهم مع زينات. ولزومه ايه ده كله بس يا باشا؟ عشان انت مش هتمشي من هنا الا لما الواد ده يظهر يا زينات. اثبت يا يا نهار اسود. فيها بايه؟ يا نهار اسود فيها بهواد. ومش كانوا لاغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني يا روح امك ولا ايه؟ طب بالراحه يا بيه. بالراحه يا بيه. سلاح لواح. سلاح فيه شيطان. بالراحه يا رجاله. بالراحه يا كابتن. بنتفاهم يا رجاله. يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسله؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حلال. مسلا انت فين؟ انا هنا وانا فارس جلجلي. ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط. بالراحة يا عم. بالراحة يا كبير. ايه الجو ده يا رجالة؟ يا روح امك. هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السوداء؟ يا عم العالم انت مش قابض على جواسيس. الحكاية ما تستاهلش كل ده. لا ده يستاهل وبالقوي. بس انت اللي مش واخد بالك. طب قرينا يا كبير ناوي معانا على ايه؟ تستعجلش ياض على رزقك. لسه التقيل ورا. وضبوهم لحد ما بلغ الباشا انهم شرفونا بالسلامه. وضبوهم دي ما هو رجاله ومش مريحان على فكره. في حاجات اجدد يعني. في سيبوهم، سامحوهم، فكوهم. انا عندي سيوله قدام وقولين عصام وضحك علي واطي. اه
اسمك ايه؟ باشا بيقول لك اسمك ايه؟ محتاجة تفكير دي؟ محتاجة تفكير؟ هتنقي؟ كفاية! مين اللي زقك عليا؟ محد يزقني. امال فتحت عربيتي ليه؟ من حظ الذكر. كنت مزنوق في قرشين ما لقيتش غير عربية سعادتك قدامي. حياة أمك. أنت فاهم إن أنا ممكن أصدق الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا باشا تصدق ولا ما تصدقش، هو ده اللي حصل. علقوه. يا باشا هموت وحياة ربنا. يا باشا ده أنا واخد ساعة من العربية ولا مسرق العربية كلها، تعمل إيه يا كبير؟ يا باشا! يا باشا أنا هموت يا باشا! يا باشا! مش رجولة على فكرة، وكده الواد هيموت في ايديكم. يا بدر بعلقك مكان. طلعوه. ولا يا تجيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا، يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عندي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزلوا ابن الكلب ده. يا باشا والنبي، والنبي يا رجاله، والنبي يا رجاله. انا باشا اصلا مستني حضرتك في الفيلا. طيب طلعوك. ولا اثبت انا هسيبك شويه وراجع لك، يا اما تكون قلت وتجيب من الاخر، يا اما انت الجاني على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ رد علي. عايش يا ابن الفارية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه، وانه كمان اول مره يعملها، عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته، حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه، وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها. من ضغطه الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط ومالوش في العون. بس برضه ما نقملوش. شوف يا باشا، انا عملت اللي عليا والواد عندكم، نعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده، انت مش هتتعشى معانا؟ لا ده انا عندي عزومه. سلام. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا، والصح ان احنا نخلص منه، لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. راحوا فين؟ شوفوهم مستخبين في علي مصيبه. اثبت يا
يا ده انتوا شويه بلالين منفوخه على الفاضي. يا اسكت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس، انت مكانك يا ابن الهوا. راحوا فين؟ واحد جالي كده واحد جالي كده يا ريس. انتوا اللي من هنا وانتوا من هنا وانت تعالى ورا. عايز افرق من هنا، هشيل ايدي ومش هتصوتي. بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا ازعلك؟ نعم يا روح امك منك له، هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا. تسليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحت احنا كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ودار ما دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين لي انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. ما كانش ينعز يا كبير، بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخده بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لما عاوز واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل بيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى تعيالك. انا امي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو؟ هتتعبوا نفسكم وتضربوني.
انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان. فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب؟ ده كاتبها اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا. ارمي السلاح حمار منك روح وامشوا. مخلوش حد من الرجاله يهاوب ناحية الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه، وانت عارف كده كويس. العوافي يا زينهم. العوافين يا زوزة اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه، ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزة؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا، ما خلاص رجله جات وبقى تبع الكوبانيه. لا 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 لا، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمنا ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك مش شايفني صح. الظروف خلتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني امد ايدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة يا هلا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الآخر. أنا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. أنت شكلك وش فقر يا هلا ولا إيه؟ إحنا شبعنا فقر يا فارس. مقضية بعون الله يا باشا. إن شاء الله سهلة وأختها مش مستاهلة. اسكت أنت. أسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هاتلي شنطتي يا نعيم. أوامرك يا باشا. باشا قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، وتظبط نفسك انت والمسله القصيره دي، وترجعوا لي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول للعز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا، وقل نرسى نرسى على مينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلة؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشه، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكه مش عارفين اخرها ايه. يعني انت يا اخويا عارف اخره الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشه. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكه في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصه ما بتجيش غير مره واحده وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين يا ده اللي سمات مسله؟ عليه بنعمه انت قالها الشر عند الفراعنه. يا ده انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغك يابا. المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها. العالم واصله قوي، يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهايه انا وانت يا جن. امسك. ده نوع ايه دي؟ ظهرت الزهره ولا الثوره مستمره؟ لا دي الطرف الثالث. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش،
مفيش حد من القيادات الكبيره مهتم علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه له. هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا اخي، انت منهم ليك سكك. ما ده ملوش سكه، عيل جديد بقى واخضر وعايش في الدور، بس انا حاطه تحت عيني لحد ما لقاله صرف. واحنا برضو من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفتره اللي جايه دي. ما ينفعش ما ينفعش، في بضاعه لازم تتسلم واصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا اخي احنا بقالنا فتره نايمين، انت شبعت ولا ايه؟ لا باكل باكل اهو، بس ممكن الفتره اللي جايه نخلي بالنا قوي ونامن نفسنا. متقلقش انا هعمل احتياطاتي كويس. تقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. سليم الوزان على نفسه ضربوا الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. بس وحياه قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. تسلم يا كبير. خد يا عم عيب، احنا اخوات. ما شاء الله رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس ولا في تشكيله ثانيه؟ لا في اسلحه ثانيه بأطباع التيشيرتات الجديده، لسه شراها جديد من خير سعادتك. برافو. سعادتك انا ماشي بمبدا احب ما تعمل حتى تعمل ما تريد. وبعدين احنا جاهزين للشغل ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. برافو. انا احب الرجاله اللي دمهم حامي على الشغل. بكره اول طلع ليكم انتوا الاثنين، اي حاجه تعملوها هنا انتوا الاثنين مفيش تالت يعرفها. ادينا الثقه بس يا باشا. رجوله افعال مش كلام. اما نشوف يا فارس هترفع راس سليم بيه ولا فلح تتشطر عليا انا بس. ادينا هنجربه. لو طلعت قدها هدلعكم انتوا الاثنين اخر دلع. ان شاء الله نكون عند ظن حسن سعادتك. نورت بيتك والنازله يا ست الناس. ربنا يخليك لينا يا ابني ويديك على قد نيتك. طب نامي انت بقى ياما وارتاح، الدكتور قال لك ما تتعبيش نفسك خالص. حاضر. يلا يا فارس يلا نسيبها ترتاح. تصبح على خير يا ام صفيه. ربنا يبارك لك يا ابني. وحشتيني. لا وحشتك ولا وحشتني. في يا بنت انت ملبوسه ولا ايه؟ في انك متغير وحالك مش عاجبني يا فارس. مش عاجبك ليه؟ ما الفل الفل اهو، ربنا كرمني اخر كرم وفتحها عليا من واسع، واشتغلت مع ناس واصله زي ما قلت لك وكله تمام. ايوه، ايه بقى الشغل اللي بيجيب لك الفلوس الكتير قوي دي كده من قبل ما تبتدي؟ فلوس كتير قوي؟ عليا اني اعمل لك قصه الحب اللي بيني وبينك لو كنت افتكرتك حقوده. فيها رؤيه؟ هو تحقيق؟ كل شويه جبت الفلوس منين؟ جبتش الفلوس منين؟ انا واقف مع جهاز الكاز من غير مشروع. شغل بالحلال وكله في السليم ومفيش اي خوف على مستقبلنا. طب طلع المصحف كده واحلف عليه. ايه نسيته؟ تقريبا وانا بغير الهدوم نسيته في الطقم اللي لسه قلعه، بس انا كل يوم بغير طقم جديد زي زمان من العيد للعيد. نسيت المصحف يا فارس؟ فيها رؤية؟ انا كده هتخنق منك. انا مروح انام عشان عندي شغل الصبح بدري. فارس يكون في علمك انا لما حبيت حبيت فارس اللي قلبه ابيض واللي عمره ما مشي في طريق الغلط حتى بعد كل اللي شافه. لو اتغيرت بقى مش هتبقى فارس اللي انا حبيته، وساعتها انت من طريق وانا من طريق. طريق كله تكاتك وميكروباصات، انما انا طريق مسافرت ما فيهوش مطبات. عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك يا رويه؟ ان انت الفقر بيجري في دمك، انما انا عندي طموح. بكره تعالي يا رويه لما تدوقي طعم العزه. تعالي جاهزين يا باشا.
العربيات اتحركت يا فندم وفي طريقها ليه؟ طب خليك وراهم من غير ما حد ياخد باله منك. تمام يا فندم. فين يا باشا؟ ابدا وحشتنا بس بقالك كتير ما بتعديش. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. في ايه؟ لا ما نستغناش. فتش العربيه. لا 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 معلش مش من حقك، انا عضو مجلس الشعب ومعايا حصانه. الحصانه على راسي. وبعد كده مين قال لك ان احنا نفتش العربيه دي؟ فتشوا كل العربيات الا العربيه دي عشان دي واخده حصانه. تمام يا فندم، انا مش حاجه في العربيات. بقول لك ايه يا عصام، انت مش ناوي تجيبها لبر بقى؟ مش ناوي تتهد؟ اتهد؟ تصدق ان هم كانوا بيدلعوني وانا صغير ويقولوا لي يا رزل. طيب يا رزل ما تزعلش، انا بدلعك. اطلع يا ابني. ولا عربية من عندك اللي بتفتش. دورتها في دماغها دي يا سيد حكاية السلاح دي. وصلت لإيه يا حبيبي الحب؟ وصلت إن التجارة في السلاح دي سلاح ذو حدين، زي السكينة، لو قشرت بيها برتقالة واديتها لواحد يتيم، حلال ولا حرام؟ حلال طبعًا. طب لو نفس السكينة دي غزيت بيها الواحد اليتيم اللي أنت لسه مديله البرتقالة، حلال ولا حرام؟ حرام طبعًا. لا حلال، لأن الواد ده مش يتيم وبيكذب علينا. خد، حلوة الحشيشة دي. جايبة من مين؟ ايه من الواد حماده النجس اخو منى بسكيلي. وما اشتريتش ليه من الواد وائل بلغه ما خونا جت كارتيلا؟ لا ده واد الحشيش بتاعه فيستك، انما ده حشيش حلويات. الواد زعبله حلويات. جبل قلوط حلويات. ايه ده قلوط؟ كمين 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 ارمي السجاكه. انا مش قلت لك التجاره في السلاح دي سلاح ذو خزنتين؟ رخصك. ايه يا باشا؟ اه يا باشا والله العظيم بحبوك لله في الله. ده شيخ مع ان سيادتك تاني كمان وقفنا كمان المرج وقفنا وشدت مع الضابط مشده سلميه جدا. انزل يلا افتح الصندوق. وانت كمان انزل معاه. ايه ده انا؟ انت انزل. فضلت خيرك يا باشا، بتنجان قلايط وقوطه. يا باشا وصالحة كمان لو عايز حاجة للجماعة يعني. انت هتهرج يا روح امك. فتشوا العربية. مفيش حاجة يا باشا. مفيش حاجة يا فندم. بالسلامة. بجد من عدمها كبير. استاذن سعادتك بس الرجالة ممكن يطلعوا لنا الاقفاص؟ واحنا فاضيين يالا.
شيل انت. على النعمه يا باشا، احنا بنشيل من زمان قوي. على الطلاع يا باشا، الخدمه في شرطه الشعب، اقسم بالله سرعت لها كبير. تسلم بيه. بس بس اهدى على نفسك شويه، انت مش فاكرني ولا ايه؟ والفين بدير؟ ليه يا نعيم؟ حد يقدر ينساك برضو؟ فين البضاعة؟ موجودة. نزلوها. أشوف الفلوس الأول. أدوا الفلوس. اتحرك يا مرسي. ماشي. سلموه البضاعة. تمام يا كبير. يا ده سيد، انت فين يا؟ مش قلت لكم هيجروا زي الفيران؟ عيب، ده انا بدير. هي العيال ملهاش لازمه، بس الخوف كله من زعل سليم. بقول لك ايه، كده كده هو هيفش غله في شويه النسوان اللي بعتهم لنا، ويا احمد ربنا ما حدش منهم اتقبض عليه، هعوضها له العمليه اللي جايه. دماغ سمك. اظبط يا خروف منك ليه؟ اظبط يا شبهها منك ليه؟ اللي هيتحرك من مكانه والله لا اقول له. يا ده سيد، يا جدع اشحن القطيع على التلاجة. يلا يا شبهها منك ليه على التلاجة؟ يلا افتح الباب. يلا يا ولد، يلا يا افتح الباب وبالراحة على التلاجة فوز. يلا يا اللي هيخرج من التلاجة هموته. تعال يا كتلة، تعال. انت هتدوسني ولا ايه؟ اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. الفلوس فين؟ مفيش فلوس، بضاعتك في العربية زي ما هي، خدها واتكل على الله. اه، الكلام ده في شارع ماما. لخص يا جن. الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ التالتة في دماغك، فين الفلوس؟ يعني ايه الحكومة كبست؟ ده اللي حصل سليم باشا. والبضاعة؟
وفارس وسيد حصل لهم ايه؟ سعادتك يا هانم، اول ما حصل ضرب النار كل واحد مننا جري في حته. باشا سعادتك انا شاكك في العيال دول لا يكونوا مرشدين او عاملين علينا لعبه. ما هو سعادتك يعني احنا دخلناهم في وسطينا من غير حتى ما نتقص ولا نعرف اصلهم ولا فصلهم. تعبيط نعيم ولا بتستهبل؟ اذا كان تهامي بنفسه اللي جاب قرار العيال دي، لا لا اكيد حكايه غير كده. اطلب لي تهامي. كلك نظر يا ابو المفهوميه، الحكايه غير كده خالص. ايه الحكايه يا فارس؟ البضاعه زي ما هي في العربيه كبير، وادي الفلوس كمان يا عمهم، مش ناقصه جنيه. ده انت جامد اهو يا فارس. برافو يا فارس. بس الدير لازم يدفع ثمن غدره بسعادتك. دفعوا بزياده. تلميذك قنبله رجوله، انا علمت عليه ورجالته، اديتهم درس عمرهم ما ينسوه، عرفتوا ازاي يتعامل مع الكبار. انا مش قلت لكم الاول ان فارس ده مكسب؟ انا يا ابني حوريك عز عمرك ما شفته. وانا عمهم مش هينوبني من العز وز، انا كنت معاه برضه. وانت يا مسلم هينوبك من العز حاجة كده على قد طولك. حبيبي يا عمو. I can feel your heartbeat when I'm all alone. Feel your heartbeat like it's my own. I can hear your music from a million miles away. The angels got it right when they made you. مرسلين بفين؟ راح مشوار كده وجاي. ما تيجي طبعا. بس ماليش في الكلام. أنا عمري ما دخلت فرهان مع نفسي وخسرت. من أول مرة شفتك فيها لقيتك جدع ابن بلد وذكي، والأصناف دي ما تلاقيش زيها اليومين دول. سعادتك الرجولة موقف، الراجل اتربط من لسانه. والفين سليم بيه؟ يوه سليم بيه سليم بيه، انسى سليم بيه الليلة دي. سليم بيه الليلة دي بحر، أصله بايت في بيته التاني. ما تركز معايا أنا شوية. واو سليم بيه راجل شرقي يعني، ولو عرف إن أنا قابلت سعادتك من وراه ممكن يزعل. إيه ده إيه ده إيه ده؟ هو أنت من النوع اللي بتخاف؟ سيبك من بيخاف وما بيخافش من الكلام ده. ما تشوفي لك دخلة تانية. ممكن سيجارة؟ السيجارة دي عندها السل. وصلنا يا ستي. براحتك خالص. هات الجزمة دي عندي. لا دي بتاعتي. بتاعتي كان أسرع. أوبا. سيبك بقى تريح وبكره تبقي زي الفل. استنى بس شويه انا هعرف اظبط نفسي كويس. انا عندي سكام يقول انفها ملتهب. طب انا اطمنت عليكي بقى، استاذن انا لو عوزتيني بتكلميني. لا استنى، رايح فين؟ عشان خاطري يا فارس اقعد معايا شويه، انا محتاجه اتكلم مع حد عشان خاطري.
خمس دقايق بس وبعدين روح. تفتكر يا فارس انا مبسوطه بالحياه اللي انا فيها دي؟ ده اللي يشوفك من بعيد يقول عليكي مبسوطه. برافو عليك. بعيد الناس كلها مصدقه الماسك اللي انا لابساه، بضحك طول الوقت ولبسي كله على مود، يعني على اخر مود، بس ما حدش عارف قد ايه انا بكره الظروف اللي وصلتني لكده. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا فارس انا اتولدت في بيت الاب كل شغلته انه يخلف بنات وبعدين يجوزهم لرجاله كبار ويقبض ثمنهم، يعني ما يفرقش كتير عن اي قوات. اورني يعني؟ بالظبط. يا نهار اسود، ابوك طلع اورني؟ لما كبرت ابتديت افهم، لقيت الموضوع بيع، فقلت بيع ببيع واستفيد انا احسن. والله عدك العيب. فبعت نفسي لسليم وبقيت زي ما انت شايف، نانا هانم. نانا هانم اللي من وهي عيله صغيره بتحلم انها تقابل حد من سنها زي اي بنت عاديه. عارف يا فارس، انا عمري ما حبيت قبل كده، نفسي احب واحد يكون راجل بجد اعيش معاه اللي عمري ما عشته. انا مش قادره انسى اليوم اللي دخلت عليا اوضه النوم جسمك لمس جسمي. ايه قمت ليه؟ بص يا نانا، انا عارف ان انا في حاجات وسخه كتير، بس ما توصلش ان اخون ولي نعمتي. انا ممكن اكون عايزك بس ما ينفعش. هو ايه اللي مش هينفع يا زباله؟ هما سطرين هيهبوا عليا انا ولا ايه؟ فوقي سطرين يا جربوع يا بيئه يا واطس يا معفن، انت زيد نفسك. انا نانا هانم، يعني ما تقلش ما ينفعش. بص في السنين ده وحياة امك لاجيبك راكع تحت رجلي يا جربوع. نزلت اعمل شولنج كده واشتريت لكم شويه حاجات. ست الناس شال احلى ست في الدنيا، شال بالكهرباء. ان شاء الله يخليك يا ابني ويبارك لك. ربنا يخليك يا اما صفية، ملكه ملوك العالم. فستان وانا مش عارف وشه من قفاه بس هو عجبني ومتعلق على التمثاله ب 2000 جنيه. اهدى كله يا سي فارس. ما تسمي الله يا بت. عايز افهم بقى شغل ايه اللي يخليك في العز والقبهه دي كلها وتجيب كل الحاجات الغاليه دي كده في كام شهر؟ ما تقولي لها حاجه يا اما صفيه، ده بدل ما تفرحي ان ربنا كرمني وفتحها عليا من واسع. يا فارس يا حبيبي، احنا خايفين عليك يا ضناي. خايفين عليا من ايه؟ الفلوس بتعض، هو العز وحش يا ناس؟ بس عشان اثبت لك حسن نيتي انا اخدك معايا الحفله اللي الراجل اللي انا شغال معاه عاملها، عشان تشوف الراجل ده محترم قد ايه وواصل لحد فين، ومن كتر حبه في العبد لله خلاني دراعه الشمال يمين. اسمعي كلامه يا بت وروحي معاه. حاضر حاضر ياما، لما نشوف اخرتها هي معاك يا فارس. على النعمه من نعمه ربي، مشاعري ليك اللي جوه اكتر من كل فلوس اللي بره. الكوافير اللي انا وديته لك غيرت 150 درجة. ده انا حاسة ان انا قرع، معرفش ودى شعري فين. قرع يا بنت زي القمر، انا مريت. ياد الشياكة دي يا بدلة غالية 750 وفصلت خدتها ب 800 وخدت جربات هدايا. يا ابن النصابة. ناس عايشة وناس بايشة. ما تضيعش، انت عارف قصدي كويس. ده بقى سليم بيه، تعالى اعرفك عليه.
ليلتك بتزغرط يا كبير. انا اللي قلت لها. ازيك يا فارس؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا مسلم؟ ازيك يا عمهم؟ مين دي؟ الدرقية خطيبتي يا كبير. ما شاء الله ذوقك حلو يا فارس، طالع لي. ازيك يا رؤية؟ الحمد لله. وهتتشطروا امتى بقى عشان نفرح فيكم؟ تفرحوا فينا رؤية، تفرحوا فينا قريب ان شاء الله، نتجوز ومصر كلها تفرح فينا. تتلحلح كده يا فارس وتاخد رؤية وترقصها. لا يا اختي ماليش فيه. ايه دي مين دي؟ دي رؤية خطيبتي. اه رؤية، رؤية. يا حبيبتي ما تجيش فيه، انا بقى ليا فيه. يلا يا فارس. معلش انا نايم، بس عندي شد عضل وفلات فوت من وانا صغير. ايه ده يا فارس اتجننت؟ شد عضلي ايه وفلات فوت ايه؟ فرص مع ناني، عضلاتك كلها هتفك، اسالني انا. عشان خاطرك يا كبير ارقص واغني كمان. كل الخنافس، هل من منافس؟ ليلتكم بتشكل، ليلتكم بتشكل، ليلتكم بتشكل، ليلتكم بتشكل. يا نهار اسود. يا بنت بطلي جنان واستني بقى يا شيخه، ده لو براود اسد اتفرجت عليها الناس. اوعى ايدك دي، انت من هنا ورايح مالكش اي حكم عليا. يا ابني الكلام ده رؤية؟ اه سبق وحذرتك قبل كده، لو مشيت في سكك الغلط انت من سكه وانا من سكه. ماشي يا فارس بيه؟ يا بنت انت اكتر واحده عارفه نشيت وتعبت قد ايه.
صدقت ربنا كرمني وربنا واقف جنبك كتير قوي لغايه ما كبرت وبقيت راجل. تقوم اول ما تشم نفسك كده تشطح وعاوزنا طوعك. يا بنت انت معاده الدنيا كده ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ جو وسخ، وبعدين النقله اللي اتنقلتها دي، فلوس وعربيه ولبس، ايه كل ده منين؟ تكونش فاكرني عبيطه. لا انت مش عبيطه، انت وش فقر، كلمتين ابرك من جورنال. عايزه ايه؟ عايزك تحل عن سمير ومالكش دعوه بيا تاني، وخليك بقى في اللي انت فيه، على الله ينفعك. هينفعني يا رؤية، عشان انا عارف انا عايز ايه، وعلى فكره انا متين لا فيكي، عشان كده ثقه في الله اكسب. سليم الوزان مقدم شكوى ضدك، انت مش عارف ان عضو مجلس الشعب عنده حصانه؟ عارف يا باشا، بس انا اعتمدت ان احنا نمسكه متلبس، بس في حاجه حصلت غلط. ايه هي؟ انا مش عارف. برضه ما ينفعش تعمل معاك كل ده لمجرد شكوك. يا باشا مش شكوك، انا حققت مع الواد اللي اتمسك بشحنه السلاح، اعترف لي ودخل الحجز من هنا، اتقتل من هنا. ده سيادتك تفسره بايه؟ برضه ده مش دليل. هات لي دليل واضح وانا اقف في ظهرك واطلب رفع الحصانه عنه. طب اصبر عليا بس يا باشا، وانا هجيبه لك خالص مخلص بالدليل اللي انت عايزه. وبعدين ما احنا طول عمرنا اللي بيضايقنا بنعمل معاه كده، وكنت بتقف في ظهري، اشمعنى المره دي قلقان من سليم ده؟ انا مش قلقان، انا خايف عليك انت. شوف يا عصام، انت ظابط كفء ومن انبه تلامذتي، وعندك مستقبل كبير ان شاء الله. وانا بقول لك كل ده يا عصام علشان ما تستعجلش وتوقع نفسك في مشاكل. طب بس انت اديني الفرصه دي، هراقبه من بعيد لبعيد لحد ما يقع، وان شاء الله هكون عند حسن ظنك زي كل مره. براحتك يا عصام، انا عامل عليك انت. وبعدين يا توهامي، هو الواد الظابط ده هيفضل بيفتح لنا عليه؟ بصراحه يا سليم بيه، احنا لازم نتصرف معاه، الواد مش عايز يجيبها لبر. يبقى نخلص منه. اه لحد كده ومش سكتي. في حد قال لك انها سكتك؟ اخلص عليه اللي هو موته وفي اسرع وقت. نعيم هيقول لك على سكك وانت تنفذ على طول. يا باشا انا ماليش في السكه دي. جريانه، انا لما امر انت تنفذ بالسكان، فاهم؟ لو ما خلصناش من الضابط عصام دوت هيضيعنا كلنا. احنا في مركب واحده، لو غرقت هتغرق بينا. نفس العمليه دي يا فارس، كفئتك عندي كبيره قوي، تامن بيها مستقبلك في نفس الوقت نخلص من قلق الواد الظابط ده، ولا عاوز تقضي بقيه عمرك في السجن لو كشفنا الواد ده؟ ما انت رجالتك كتير، اشمعنى انا؟ عشان انت لسه العيب مش عليك، ما عندكش سوابق، محدش هيدور وراك. انا متاكد انك هتخلص على نظافه من غير ما حد يحس بيك. فارس، احنا في لعبه خطر، التردد هيضيعنا كلنا. خلص يا فارس خلص، انا مش عاوز ازعل منك لان زعلي وحش قوي. نقول مبروك؟ مبروك يا كبير، انا رايح اطهره.
اللي بعتك له. الكلمة يا باشا. انت عياط، انت مين اللي بعتك؟ قول كل حاجة يا باشا، قول كل حاجة. قتل ضابط شرطة في حادث سرقة بمنزله. ارتحت يا أخي وريحتنا معاك؟ أحسن يا حبيبي عشان تعرف تشتغل براحتك. أيوة. أهلا 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 بالبطل. أنا كنت عارف إنك أداها ودود. طلباتك أوامر كبير، مع إن اللي سعادتك طلبته مني حاجة صعبة قوي، بس ربنا يعديه على خير. هتعدي هتعدي. ده أنا سمعت إن الدنيا مقلوبة في المديرية، بس تبات نار تصبح رماد. أيوه، دي المكافأة بتاعتك اللي أنا وعدتك بيها، كنت بجهزها لك. عاوزك بقى تنسى وتروق نفسك على الآخر عشان نكتب الشغلانة اللي جاية. ماشي يا كبير. ازيك يا فارس؟ ازيك يا ابن عم؟ اثبت مكانك، اثبت. بابا بابا بص اعمل لها الصوره ازاي؟ لا في الصوره ادي صوره يا ولد. اقصد اللي فوق دي ولا اللي تحت؟ اللي تحت. صدق انه عامل لك قرنين بجد. ومين دول اللي معاه في الصوره؟ معاك انت مين؟ انت اللي مين؟ ياض هيتجنن ويشوفك. عارف ما ابلغ الا ما نضف نفسي يا باشا. والله ما عارف اقول لك يا باشا ولا اقول لك يا ابن عمي. ياض خلي بساط احمدي، قول لي يا باشا طبعا. ماشي يا ابن عمي. اخر حاجه كنت اتخيلها ان ابن عمي يطلع بالنظافه دي. طب ما تولع وتعزم على ابن عمك ولا انت ايه؟ انت بتدخن؟ ده انت الداخليه فسدت اخلاقك على الاخر. المهم قولي العمليه امتى؟ هتستلم الشحن دي امتى؟ بعد بكره. طب خلي دي معاك. لا ربنا يخليك وانا معايا ولاعه زب وبنزين. زب وبنزين؟ يا ابني ركز معايا، الولاعه دي فيها جهاز تتبع، دي الحاجه الوحيده اللي هتوصلنا ليك انت والناس يوم العمليه، دي ما تسيبهاش من جيبك يا فارس. امسك الولاعة دي، ما فيهاش جهاز تتبع، يعني لو ما لحقتنيش اروح في 60 داهية، وانت عارف سليم شراني. ما تخافش من سليم، احنا اجدع، انت بس ركز وخليها على الله. على النعمة من نعمة ربي اللي تترقى على حسي. على النعمة انت قدها ان شاء الله. سلام يا فارس. رعاية الله. كنا ماشيين كويس وبترزق والحياه كانت سهله واختها مش مستاهله، ايه اللي دخلنا احنا في حوارات؟ ادي الشمال اخرته شمال. لو عصام راح هيجي 10 غيره. وعصام ده ابن عمي. يعني لو جه حد غيره مش هيرحمنا. ونطلع بمكافأة في اللذيذ، هنمسك قرشين ونطلع نضاف. نضاف ايه يا جن؟ هو احنا ضفنا وشفنا العز اللي على ايدين سليم باشا؟ ما انا ليه جادلك وادخل معاك في حوار؟ وانا ممكن اقول لك حاضر وتفضل في نظر حمار. يا ده احنا بنرفع شعار جديد، الشرطه بنت عم الشعب. قصدك الشرطه بنت عمك انت؟ انا وانت واحد يا صاحبي.
صباحك نادي وكله لعيبه. الحمد لله على السلامه كابتن فارس. الله يسلمك يا كبير، انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنان على الشغل. بالراحه علينا يا عمنا، مالك مستعجل على رزقك قوي كده ليه؟ وايه النظام يا باشا؟ النظام، ما تقول له يا تهامي ايه النظام؟ حلو، نظام حلو. حلو قوي اللعبه اللي عملتها انت وعصام دي يا فارس. تصدق دخلت عليا؟ اسكت، دخلت عليا انا كمان. لولا المسله والسياره دي اللي طمر فيها العيش والملح. طمر في الفلوس، ما طمرش فيه العيش والملح. عشان العيش والملح ده كانوا معايا انا. بس تقول ايه يا كبير؟ تكبر الصغير عليك يصير. تصدق اول مره تقول حاجه صح. يابا انا طول عمري بقدرك، بس التقدير خسرني كتير. وانا ياما قلت لك ان احنا ما شفناش ايام عز غير على ايدين سليم باشا، فما ينفعش نقل بيه. انت مسلة على هادي يا رجالة، على هادي بقول لك السيجارة حقي كمواطن. ايه ده يا عم؟ والله عيب كده يا باشا. خلاص سيبوه. بتبيعني هذا يا فارس؟ يا باشا انا كنت شغال معاك وعمري ما خنتك. قلت لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك الا القتل. انت اللي اصريت. بصراحه حاولت وما قدرتش. وطبعا اتفقت مع عصام على انك تسلمنا، مش كده؟ على النعمة انت ظالمني يا باشا. يا باشا تلميذك قنبلة رجولة، أنا غفلته. هو كان عايز يعرف مكانه ميعاد العملية، قلت له إن العملية هتتم أول يوم العيد في حديقة الفسطاط. الله يا تهامي، ما بيعرف يهزر. لا الصراحة هو عسل. ما إني بقى إن الضرب ما بيحوقش فيك، لأن حبيبتي جابت لك هدية هتخليك تنطق على طول. هاتوها. فارس! هو في ايه يا فارس؟ شيل ايدك من عليها يا فارس! يعني فارس قبل ما حبيبة القلب تضيع منك. السليم الوزان اللي ممكن يتلاقي بيه، فاهم؟ يعني انت بقى روح حبك بدل ما كنت هتسلمنا احنا للظابط بتاعك، هتسلمه هو لينا، فاهم؟ اتفقت معاه على ايه يا باشا؟ على الطلاق ما اتفقت معاه على حاجه، انا اضطريت اقول له ان انت اللي بعتني عشان سيبنا امشي. وبعدين انا توهته زي ما قلت لك يا باشا، هو كان عايز يعرف ميعاد العمليه ومكانها، وانا توهته. حياه امك، قول الحقيقه هلا. انت بتلعب عليا يا ياد؟ انت قبل ما اخليهم يخلصوا على البنت بتاعتك. وقبل ما يخلصوا عليها هنوفر عليك التعب ونخليها لك مدام فارس، ولا هي مدام وانت ما كنتش قايل لنا؟ شيل ايدك من عليا يا بنت. يلا لو لازم تفكر. سيبوني يا اولاد. اتفقت معاه ان انا ابعت له رسالة اول باول على ميعاد العملية ومكانها. حلو قوي. نعيم معاك موبايل الواد ده؟ موجود يا باشا. انت هتطلع من هنا مع الرجالة وهتبعت رسالة الضابط بتاعك ده لغاية ما يحصلكوا على المكان اللي انتوا رايحينه. وخلي بالك أي حركة غدر منك قسما بالله هخليك تقول على حبيبتي القلب الله يرحمها كانت طيبة قوي. خدوها على المخزن. مفيش غدر تاني يا كبير، غلطة والله العظيم ومش هتتكرر.
هرجع خدمك زي زمان. بس ابوس ايدك، هي ملهاش اي ذنب، هعمل كل اللي انت عايزه. نتكلم في الحكايه دي بعد العمليه. ما تتحرك يا نعيم. قدام يا عريس. انا هطلع مع بقيه الرجاله عشان اسلم البضاعه. كانش ينفع ناجل الموضوع شويه؟ لا مش ممكن. ناجل ايه؟ مش حكينا فرصة أحسن من دي عشان نخلص من كل اللي قرفونا بضربة واحدة؟ ابقى طمني عليك. ابقى طمنا. ماشي، هاتوا الفلوس وراي. يلا يلا. وسليم دي ناوي يعمل ايه مع فارس؟ اصل وعدني انه مش هيأذيه. طالما وعد يبقى هيوفي. ايه يا عم؟ مين ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ اسلم. عدى على خير ده بقى. ده روح امك مستني اسرق ولا ايه؟ الله يعني اسرق يعني تموتني يا جدع. بالراحه على نفسك يا عم الحل. الحلو بعد الكوشر يا عم. ده روح امك بتبطك ليه فيه ايه؟ الله، هو انت روح امك وهو روح امك؟ مفيش حاجه غير روح امك بروح امك منك ليه؟ قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا انت كمان. يلا 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 انت كمان. يلا 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 ماشي ماشي في المناشي. يلا 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 اركب يا سايق. وفي ايه يا ابني؟ مفيش يا باشا، العربية زنقت عليهم ومشوا خلاص. الهدف اتحرك يا فندم ودخل على طريق الواحات. كل الوحدات تستعد، هنتحرك على طريق الواحات. ايه الرساله دي يا فارس؟ القوات مستنيه اشارتك للتحرك يا فندم. حضر لي قوه من عندك تتحرك على الطريق الصحراوي، بس استنوا اشاره مني للتنفيذ، والباقي يتحرك معايا على الواحات. علماء في انتظار الاشاره يا فندم. احنا في الطريق. الرساله الاولانيه وصلت بالظبط. اطمنك اول باول يا سليم. مع السلامه. بقول لك انا عيب. فكرة سليم ممكن يسامحني وينسى اللي حصل؟ هو هينسى اللي حصل وهينساك انت كمان، عشان قبل العمليه دي ما تخلص هنكون خلصنا عليك يا جدع. هاتوا الفلوس. مش المفروض ياض الظابط يبعت لك رساله يقول لك فيها انه اتحرك هو كمان؟ لا انت ايه حكايه امك معانا؟
براس ليه؟ انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟ من امتى سيب الوزان بينصب في شغله؟ انت ناوي على الغدر ولا ايه؟ انت اللي ناوي على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقتي مش هيحصل كويس. رفيق الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه. فلوس ايه دي اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت جاي تستغني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هدي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتي. هدي. مش قلت لك ان انا نازل؟ فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده. ورحمه امي لو ما قلت فين فارس ما هتلحق حتى توصل المديريه. معرفش حد بالاسم ده. انت معرفش. ايه يا عصام؟ انا رايح الحق رؤيه حجزنا في المزرعه عند سليم. رؤية ملهاش ذنب في اللعبة دي يا عصام. حاول تلحقنا. ايوه. ايه؟ قبض على سليم الوزان؟ ايه؟ امتى الكلام ده؟ طب اقفل انت وانا هتصرف. قبضوا عليه. قبضوا عليه ازاي؟ ما انا قلت له بدل المره 100، يا سليم مش وقته، العين علينا مفيش فايده. كله من ابن الكلب اللي اسمه فارس ده. بس انا هعرف احرق قلبه ازاي. قومي لي. قومي يا زباله. قومي يا زباله يا جربوعه يا مصر. هاتوا لي الزبالة طيبة يا تقوم بتحرق قلبه عليك. انتوا عايزين مني ليه يا ولاد الكلب؟ انتوا عليكي اتجننتي ولا ايه؟ ابعد عني. سيبيها يا نالا. مش هسيبها قلت لك مش هسيبها. يا نالا دي فرصتنا الوحيده علشان نهرب. بقول لك مش هسيبها. ما انت سيبتي دماغك يا نالا. مش هسيبها. واحد سلام. تعالي. اي خطوه زياده هقتلها لك.
ارمي المسدس اللي في ايدك. ارمي المسدس. ارمي المسدس. ارمي المسدس بس تسيبها. ارمي. يلا تعالي. اثبت. اللي هيقرب مني هقتلها. خلاص يا عصام. كل حاجة بقت على المكشوف وما عادش عندي حاجة أخسرها. أي حركة هقتلها. وبعدين حتى لو خرجت سليم هتعرف تهرب؟ ومن مين؟ ده أنا تلميذك. ارمي سلاحك لحسن فرتك دماغها. فارس فارس رد عليا. فارس رد عليا. رد يا فارس. رد عليا. ما تسيبنيش لوحدي. فارس ما تسيبنيش لوحدي. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. بابا صدق الله العظيم. فارس فارس الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي يابا. وحشتني قوي. يا حبيبي يا. أنا كنت عارف إن إحنا هنتقابل تاني، وكنت عارف ان الدنيا هتجمعنا تاني على بعض. والله صدقني يا ابني. والله صدقني يا حبيبي. انت عارف يا جن انا عملت مجهود قد ايه عشان اطلعك شاهد ملك في القضيه دي؟ ماشي يا عم عشان خاطر ابوك. تسلم يا ابن عم. لا ولا النهارده ما فيش فارس الجن، في فارس عبد الله الصواف بس. ازيك يا سيد مسلم؟ ترى روح امك مستني شارع ولا ايه؟ عايز ترفع راسي وتقول له رقبتي ها؟ الله يعني مش طالع يعني توهت يا جدع. بالراحه على راسك يا عم الحل. الحلو بعد الكوشر يا عم. ترى روح امك بتخبط كده في ايه؟ الله هو انت روح امك وهو روح امك؟ مفيش حاجه غير روح امك وروح امك منك ليك. يلا بعد العملية كل واحد فيكو ليه في رقبتي خبور. عشان تعرف مش انت لوحدك بس اللي جن. فارس الجن واحد بس يا بس كله كوم وخطفوه من البيت رؤية كوم. الفرحة كانت هتبقى ناقصة يا سيد. لو كان جرى لي حاجة ما كنتش هسامح نفسي ولا كنت هسامحك يا مسلة. بس كل حاجة حصلت زي ما انت رتبت لها بالظبط يا جن. هنا انا سلم سليم راجل شراني واستاهل، وده اصلا واجب وطني. على الهادي يا رجالة، على الهادي بقول له على السيجارة حق كمواطن. يا امك قول الحقيقة هلا. مفيش غدر تاني يا كبير. غلطة والله العظيم ومش هتتكرر. ابوس ايدك يا كبير. وان انا اخدم الحكومه ده واجب عليا كمواطن، لكن ان انا اطلع من المولد بلا حمص وارجع للفقر تاني كمواطن ده ما يرضيش الحكومه وما يرضيش الوطن ولا يرضيك انت كمواطن. صح يا مواطن. تحيا مصر. ايوه يا رفيق باشا، لسه مستلم العربيه الجديده وهيعدي بيها من قدامنا دلوقتي. هنفضل ورا لحد ما نعرف مكان الفلوس فين. ورؤية وابوك والناس اللي حوالينا هيقولوا علينا ايه بعد ما بقينا في العز اللي احنا فيه ده حبيب الحب؟ يا ده انا دلقت العسل وطفيت النور عشان الدبان يقع في الفخ. العز هيتدارى، هنعمل مشروع بالمكافاه اللي الحكومه هتديها لنا، البنيه هتلعب معانا والعز هيبان واحده واحده. فهمت؟ واعد يا فارس. تربيتي تربيه وسخه. انا عن نفسي هعمل مشروع وطني، افتح مصنع مولوتوف. الله يحرقك يا بعيد.
وسوق على مهل لا تسوق بكره الدنيا تروح على مهل. اوه قلبي العسى واقف فوق والناس تقول اسم الله عليه يا عمي اللي عايش تملي عواقب وانت